ماذا وراء هذا يا أستاذ؟ يعني هو رجل إن شاء الله نحسبه على خير، فالناس يقولوا خلص الشيخ ناصر يقول هذا أسلوبه غير صحيح، عنده شدة، فنحن نريد نرى الشدة أين هي. كتاب أضواء في كل كتبه أضواء إسلامية على أخي سيف، في كل كتبه الشدة موجودة. عندكم أضواء إسلامية؟ أيه. عبد الله في لك ملاحظة في هذه النقطة، في خطوط ملاحظة. في ورقة يا أخوان كتب الشيخ الآن هنا يقول، فهذا يبين إصرار سيد قطب على الطعن في أصحاب رسول الله وإصراره على الاشتراكية الغالية التي قررها في هذا الكتاب، وإصراره على رمي المجتمعات الإسلامية كلها بأنها مجتمعات جاهلية أي كافرة. هذا مش شدة؟ أي كافرة. ما قال الجاهلية، ما قال هذا يا أخي، لا تكرر الكلام، الله يرضى عليك. خلينا في في اللفظة التي نحن نتباحث فيها الآن. أنت تعرف أنه في الحديث الصحيح إن فيك جاهلية، هل هذا معناه أنه هو كافر؟ لا. طيب، فإذا السيد قطب وصف مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي، مجتمعه مجتمع جاهلي، من أين لنا أن نفسر وأن ننسب إليه أنه يكفر هذا المجتمع؟ حينما قال هؤلاء المؤذنون الذين لا إله إلا الله، نحن هنا الآن، لا تجيب لي من برا يا أخي، نحن من ناقش العبارة التي بيننا، ولكل عبارة ملاحظتنا فيها ونقاشنا فيها إلى آخره. أنا أقول الآن المجتمع جاهلي يقال أي كافر، نحن نقول أي كافر، هل هذا دين؟ بالنسبة للكلمة هي ما هي صحيحة، بس بالنسبة لما سبق يا أخي الله يرضى عليك، يعني نحن نقول كل كلمة وكل عبارة هو متشدد فيها. أنت نفيت آنفا أن يكون في كتابات شدة، وأنك ما رأيت فيها شيئا من الشدة، هذا شيء من الشدة، وحسبك اعترافك الآن، وهذا من فضلك. ولذلك نحن لا نريد أن نتعصب لأشخاص ولا على أشخاص، يعني لا نريد أن نتعصب لزيد ولا على زيد، لا نريد أن نتعصب لأخونا الربيع لأنه الحق معه، ولا نريد أن نتعصب على سيد قطب لأن البطل والخطأ معه. نريد أن نكون بين ذلك ساجد وقارب. أنا لو كنت متفرغا من أجل الربيع فقط بضيع وقتي لحتى أعطي إشارة أنه هاي فيها شدة، أنت بتحرك رأسك، لكن كأني أنا ساند حيطان هنا على التعبير السوري. اسمح لي الله يهديك يا أخي، أنت ولا سيد ولا أخونا، أنت بتظنوا أنه الشيخ الألباني ما في عنده ما يشغله إلا أنه يقرأ كتب أصدقائه وإخوانه في المنهج وكتب خصومه أيضا ويقعد بقى ويصفي؟ لا، نحن بكفينا تصفية السنة وما فينا كفاية والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا تتحمس أيضا أنت مع صاحبنا القديم أنه تقول إيه ليش ما تبين. أنا أنقل له إذا كنت وجدت شيء، أنا أنقل وأبين له. وين أنا ما أكلي وين بيحكي كافرة، كلمة كافرة نسأله لما قلت هذا؟ فما عليه ماذا أقول؟ والله سهل، أنت تطلب مني أنه فلي له كتابه؟ لا مو ولا نعم حتى تبقى أقول فيه شدة. طيب من أين الشدة؟ من هذه الكلمة مثلا؟ أنا أقول هاي بناء على ما قرأه من قبل أن المجتمعات جاهلية وخارجة عن الإسلام ولم تحكم بالإسلام، فسرها بما مضى، بما شيء ماضي يعني. هذا منه شيء كثير بارك الله فيك، بس أنت أقرأ الكتاب بروية بمعان لا مع زيد ولا على عمر، وإنما مع الحق حيثما كان إن شاء الله نحن معه أسلوبا وغاية إن شاء الله. فإذا أنت قرأتها ستجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا، نحن معه علما باختصار، نعم.
لسنا معه أسلوبا. نعم.